استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبية صباح اليوم سعادة السيد ألفريد سيمز بروتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتانة العلاقات البحرينية الألمانية وما يشهده التعاون الثنائي القائم بين البلدين من تطور ونمو في كافة المجالات، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقة البناءة والإيجابية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بما ينعكس إيجابا على حجم ومستوى التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسفير الألماني بأنه سيلقى كافة أشكال الدعم والإسناد الذي يسهل عمله الدبلوماسي بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويعزز التعاون المشترك بين البلدين. وقد بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وأعرب السفير الألماني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما وجده من سموه من حرص على دعم مهام عمله الدبلوماسي والارتقاء بالعلاقات البحرينية الألمانية والدفع بها قدما بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.